أهلا بكم. البداية مع العناوين. الورقة البيضاء تنتصر من جديد والجلسة المقبلة الاثنين. اتهامات متبادلة بالتسبب الشغور ولا حل إلا بالتوافق. ترقب لقرارات المجلس الدستوري اليوم واحتمال الإرجاء وارد. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. البداية من جلسة الانتخاب الرئاسية والتفاصيل مباشرة من ساحة النجمة مع الزميلة جويس نوفل. جويس يعطيك العافية. شكرا جريس، الله يعافيك. تفضلي جويس، ماذا في تفاصيل ما حصل اليوم؟ بداية، الجلسة المرتقبة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية ستكون يوم الاثنين عند الساعة 11، بعد ما حصلت هذه الجلسة اليوم وكان شارك فيها 119 نائب صوتوا في الدورة الأولى، ونالت الورقة البيضاء 55 صوت، وميشيل معوض المرشح 42 صوت، فيما لبنان الجديد 17، وكان هناك تصويت ل يعني أربع أوراق ملغاة، منهم ديكتاتور عادل، منهم لا أحد، منهم لأجل لبنان، وأيضا أحد النواب صوت للمرشح ميلاد أبو ملهب. هذه هي خلاصة يعني بالعدد هذه الجلسة. إذا بدنا نحكي بالعدد يلي يعني ناله اليوم النائب ميشيل معوض 42 صوت، بينما كان بالجلسة الأولى نال 36 صوت، فالأرقام يعني لا تزال نوعا ما ضائعة، بين هناك صوتين يعني نالون ميشيل معوض، يقال البعض ينسبون إلى أحد نواب التغيير، نواب قوى التغيير يلي هنا قالوا أنه صوتوا 10 للبنان الجديد، فيما مصادر أخرى تقول أنه نائبين من كتلة الاعتدال الوطني هن يلي أعطوا صوت للنائب ميشيل معوض، ولكن أيضا مصادر الاعتدال الوطني تقول أنه لا، نحن التزمنا بكتابة لبنان الجديد على الورقة وصوتنا بلبنان الجديد. إن هذه هذا الخلاف لا يزال دون تحديد يعني من صوت لميشيل معوض بهذه الأرقام، ولكن بكل الأحوال لم يتمكن النائب ميشيل معوض من الحصول على رقم أكبر، ومع أنه كان هناك حكي من الصبح إن كان من قبل القوات اللبنانية لإعادة انتخابه اليوم، وإن كان من الحزب الاشتراكي اللقاء الديمقراطي والكتائب اللبنانية وبعض النواب المستقلين يلي عطوا أصواتهم اليوم للنائب ميشيل معوض، وهن بالتحديد وجهوا سهام وصوبوا على إن كان تكتل نواب قوى التغيير وعلى الاعتدال الوطني وعلى من صوت اليوم للبنان الجديد، على اعتبار أنه لو بيجتمعوا فيما بينهم ممكن أنه يشكلوا قوة لانتخاب وتحديد ولبنانة هذا الاستحقاق بحسب أقوالهم. هذا الأمر دفع بنواب قوى التغيير وتحديدا النائب بولا يعقوبيا والنائب إبراهيم نيمنة للرد على هذا الموضوع يلي حملوا هذا التوجه، وقالوا انه بعد في كل مصايب لبنان اليوم حملتونا اياها، ونحن تكتل دخلنا جديد الى البرلمان، ولا يمكن لمن تحدث اليوم ان يعتبر حاله من المعارضه، فهن منظومه مشاركه في الحكم كانوا على مر السنوات. يعني هذا هو اذا بدنا نقول اليوم الابرز في هذه الجلسه، هذا الصراع وهذا الخلاف يلي تجسد بين القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي يلي لاموا هؤلاء أنه لو بصوتوا لميشيل معوض ممكن أنه يكون في أمل بانتخاب رئيس، بينما بالنسبة للتغييرين وبالنسبة للأرقام غريس، لأنه 86 صوت من الصعب أن يكون هناك، وهذا أمر مستحيل، لا أحد يملك 86 صوت إلا إذا كان هناك من توافق، وهذا الأمر شددوا عليه أيضا كتلة الوفاء للمقاومة على لسان النائب حسن فضل الله يلي قال أنه يجب أن يكون هناك أقل توافق وليس إجماع، وأن نذهب إلى حوار جدي، وليس أن يتم طرح مرشحين مرشح تحدي ومرشحين استفزازيين في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان. يعني
هذا الجو العام بالنسبة لمن صوت لميشال معوض، بينما كما بيت معلوم الأوراق البيض هن تكتل لبنان القوية اللي جدد تأكيد أنه سيصوت بورقة بيضاء، وبالفعل كان هذا الأمر اليوم. كتلة الوفاء للمقاومة، كتلة التحرير والتنمية، وأيضا بعض النواب المستقلين، ومنهم كان بأول جلسة صوت للورقة البيضاء، وأيضا اليوم أعاد هذا الأمر. خليني أقول أيضا كان هناك تصويب على من قبل القوات اللبنانية على الفريق الآخر، يلي بحسب ما اعتبر النائب جورج عدوان أنه هن منهم متفقين على اسم مرشح واحد، ولهيك عم بيكون التوجه إما للتعطيل إما لانتخاب الانتخاب والاقتراع بورقة بيضاء. هذا الأمر ايضا جاء الرد عليه ان كان من نائب من كتله الوفاء للمقاومه وايضا من لبنان القوي، انه هذه لعبه ديمقراطيه، مش اذا نحن طرحنا اسم بالنسبه لحزب الله، يعني هذا الاسم هو اسم تحدي، ونحن ما بده يكون في تحدي بهذا الاطار، هناك يجب ان يكون توافق واقله يعني مد اليد للسير بما يمكن ان يخلص لبنان من هذا الموضوع. لكن ايضا كان لافت ما قاله النائب حسن فضل الله جريس انه لن يسير حزب الله ابدا بمرشح طرحته القوات اللبنانيه، وايضا النائب جورج عدوان كان حكى بهذا الموضوع انه التعطيل لا يجوز، التعطيل لا يجوز، فقدان النصاب يلي حصل اليوم بالجلسه بالدوره الثانيه خلال هذه الجلسه الثالثه يلي كان فيها 86 نائب، فقلعت الجلسه اذا فينا نقول، ولكن بالدوره الثانيه خرج بعض النواب وبالتالي تم فقدان النصاب في هذه الجلسة. قال أنه هذا الموضوع لا يجوز وهن عم يتهربوا، وهن بينما بالمقابل هذا خيار ديمقراطي. والبعض سأل النائب عدوان أنه خليها تنقلب الأدوار، لو الفريق الآخر كان عنده هذا المرشح وطرحه وكان عم بينال أصوات، أنتوا كنتوا رح تتخرجوا من الجلسة وتفقدوا الجلسة النصاب. قال جربونا ونشوف شو بيصير. هذا بملخص جريس أجواء الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم، كنا تابعناها سوا برسائل مباشرة. نستمع إلى أبرز ما قاله النواب بعد انتهاء هذه الجلسة وترقب لجلسة الاثنين، بما أنه أيضا دخلنا في عشرة أيام الأخيرة قبل 31 تشرين الأول، آخر يوم من ولاية الرئيس العماد ميشيل عون. هناك فريق زملاء كرام يمعنون بعملية تعطيل النصاب، طارة يعني نستخدم الورقة البيضاء وطورا نطير النصاب، وفي المقلب الآخر هناك مجموعة تحاول إجهاض فرصة الوصول إلى صوت وازن للمعارضة، وهذا أمر غير صحي. واسمحوا لي أن أسأل سؤال أساسي، يعني كل هذه الوعودات التي أعطيناها للشعب اللبناني الراغب في التغيير، ماذا نقول اليوم؟ لنكون كلنا واقعيين بالبلد، هل أحد من الكتل يعني يملك 86؟ لا. هل أحد حتى الآن يملك 65؟ ما في. فإذن جميعا ملزمين بمساحة من التوافق. أنا لا أقول إجماع، ما في إمكانية للإجماع، في إمكانية للتوافق بين الجادين في انتخاب رئيس للجمهورية، في مساحة للتلاقي على رئيس. طبعا نحن بنقول من حق أي أحد أن يترشح، من حق أي كتلة أن تأتي لتصوت إلى من تعتبره مرشحها، هذا أمر طبيعي، هيك دستورنا وهيك نظامنا البرلماني، ومن حق أي كتلة أن تصوت بالطريقة التي تراها مناسبة. إلى الآن لا يوجد توافق، وإلى الآن أصلا لا يوجد حوار شامل بين الكتل المختلفة. طبعا نحن وحلفائنا في حالة حوار حول إمكانية التوصل إلى تفاهمات، وهذا أمر طبيعي أنه كل كتلة لها رؤيتها. إلى الآن لا يوجد توافق. بالأمس نحن وتكتل التغيير توافقنا على اسم لننتخبه اليوم، إلا أنه مع الأسف في اللحظة الأخيرة طلب التريس وأنه لا يريد إعلان موقفه الآن،
وفهمت ذلك على أنه دعوة للتفاوض والتوافق، وكأن التفاوض لا يمكن له أن يجري في ظل المواقف المحددة والمعارك. أولاً إذا من عد مظبوط بتلاقي عملياً وبدون ما فوت هلأ بالتفاصيل أنه وصولي على 44 صوت معناتها في أعضاء بكتل جدية بلشت نتيجة اللقاءات والحوار اللي عم بيصير مع بعضنا أنه تجي باتجاه الالتفاف بدون ما يكونوا جزء من اصطفاف، ولكن عم بيلتفوا حول ترشيحي من منطلق الطرح السيادي الإصلاحي اللي عم بطرحه. انتوا حتعرفوا تعدوا، وهلا حيجي بالايام الجايه وحتشوفوا انه المرور من ال 36 لل 44 معناتها هذا اللي قلته بالبدايه منه فقط تغيير يعني بالعدد او تقدم فقط بالعدد، انما هو كمان تراكم نوعي للمعارضه ولوحده المعارضه. في 56 نائب ما عندهم حتى الجرأه يكفي. ننتقل مباشرة إلى المجلس الدستوري إلى الزميل جورج عبود، حيث سوف يصدر المجلس قرارات متعلقة ببعض الطعون. جورج، أول شيء بعتذر أنه أخرناكم، بس أنا أيل ما رح نخلص، لا هلأ لا خلصنا. واللي كانوا عم ببصروا مثل ما قلنا عم ببصروا عم يتمنوا، في اسم بين انه عم ببصروا، في اسم بعده ما طلع، يمكن يصيبوا بالتبصير يمكن ما يصيب. هلأ اليوم طلعنا 5 قرارات بالإجماع كانت ما فيها لا خلاف، وهن القرارات اللي بتتعلق بإنطانيوس محفوظ على جميل عبود بالشمال، واللي بتتعلق ببول حامود على الياس الخوري كمان بالشمال، ومحمد شبيق حمود ضد بلال الحشيمي بزحلي، وطبع الأمل والوفاء يعني اللي آخر شيء مروان خير الدين ضد فراس حمدين بحاسبيا كمان برد الطعن اللي مقدمه مروان خير الدين وليحة الوفاء اللي كانت تضغط علينا، وابراهيم عزار ان رد رد الطعن تبعه، وثبت النيابه بالنسبه للاثنين الباقيين. باقي عندنا طعن ثاني بخصوص تبع جزين، اذا قدرنا خلصنا جمعه الجاي والا اللي بعدها. يعني الاثنين ممكن رئيس؟ لا الاثنين اكيد لا، الاثنين اكيد لا، والارجح انه الخميس ما نقدر نطلعهم كلهم، لانه رجعنا جبنا كمان السنادي وعم نرجع نفرض، والمجلس حتى يحافظ على صوت الناخبين ويعطي هالانتخابات حقها. وقت اللي عم بيجينا شيء يعني بيكون المقررين او المقرر قدم تقريره بنلاقي في نقطه عم نرجع نجيب السنادي ونفرز نحن وياه للمقرر ونستعين، يعني امبارح جايبين شيء 10 سنادي لنرجع نفرزها. رح يكونوا دفعتين ولا دفعه واحده؟ لكن نحن بنتمنى نخلصهم دفعه واحده، بس اذا يعني مثل ما صار فينا اليوم لا بدي نطل انا هالعشره الطاعنين والمطعون بنيابتهم، بعد 10 ايام لطلع هودي وقدر ريحهم من اليوم. هلا اذا خلصوا لقينا الباقيين بدهم يتاخروا نهار من اخر نهار، بس اذا بدهم يتاخروا 10 ايام و15 يوم بقى 10 ايام و15 يوم ساعتها رح رئيس بحساب الاوراق البيضاء بطعن مروان خير الدين ضد فراس حمدان، ما عدتوا حساب الاوراق البيضاء لانه حسبت مرتين؟ طلع القرار طلع، ونحن انا بحب النقد يكون في نقد انتقاد، مش طابوها واحد القرار طلع وحكينا بالاوراق البيضاء شو الاجتهاد وشو النص وشو هالشيء. يعني كل التكهنات ما كانت بمحلها انه المجلس الدستوري لحد الرئيس عم تقول انه كتله وفاء المقاومه ضغطوا عليك الامل والوفاء انا لا قيل قال بوسائل الاعلام انه في ضغط، انا لحد هسه على هلا ما حدا سالني سؤال عن ملف، انا عم بحكي لحد سؤال عن صلاحيات المجلس، هل هو فعلا صار بس يعد اوراق ولا عندكم صلاحيات شامله بالنظر بنزاهه الانتخابات؟ ابدا صلاحيات عد اوراق ابدا، بس وقت اللي بقول لك في بالصندوق الفلاني في غلط بالاوراق بدك تعد له اياهم كمان، عندنا غير صلاحيات أكيد. لما يحكوا عن نزاهه الانتخابات وتدخل البلديات ويعطوكم صوركم هاودي لك طلعنا هلا القرارات فيكم تشوفوها، اكثر من هيك ما في قرارات مبرمه. انا مستعد بعد ما نطلع الباقي
ويمروا عليهم 10 أيام اللي بده يفش خلقه يفش خلقه، اللي بده يسب يسب، اللي بده ينبسط بينبسط. أعمل مؤتمر صحفي وجاوب على كل النقاط. بس هلا بدي أعتذر. شكرا لك. شكرا لك. إذا موريس تبعنا اسمعوني. إذا هذا كان تصريح رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب. مثل ما سبق وذكرنا أنه 5 طعون من أصل 15 صدرت نتيجتها، إلا أنه القرار هو برد الطعون التالية. رد طعن المرشح بول حامود عن طرابلس، أيضا بجزين رد طعن المرشح إبراهيم عزار، أيضا بقيت نيابة بلال الحشيمة بزحلة، أيضا جميل عبود الربح ب 47 صوت بقيت نيابته بطرابلس، وأبقى على نيابة فراس حمدان بحصبية، وبالتالي سقوط طعن مروان خير الدين. إذن اللي فينا نأكده أنه 5 طعون من أصل 15 صدرت نتيجة اليوم بردهم كلهم بعدم قبول هيدي الطعون، وبالتالي بعد في دفعة من 10 طعون تباعا رح تصدر. خاصة سمعنا رئيس مجلس الدستوري عم بيقول أنه بعد في صناديق من أجل إعادة فرزة عم توصل، وبالتالي الأسبوع القادم لا تنين ولا خميس رح نشهد هيدي الدفعة المتبقية من 10 طعون. إذن هيدا القرار يلي صدر اليوم من الحدد مع رد 5 طعون مقدمة من قبل بول حامود بنيابة نائب القوات بطرابلس الياس خوري، وأيضا محمد محمود ضد طعن بلال الحشيمة بزحلة، أيضا إبراهيم عزار رد طعنه بنيابة سعيد الأسمر، أيضا شريف مسعد على نيابة جميل عبود بطرابلس، وأيضا مروان خير الدين عن ضد نيابة فراس حمدان بحصبية. إذن هيدي كانت نتيجة الطعون يلي صدرت من المجلس الدستوري، وأكيد تفاصيل إضافية ضمن تقرير بنشرة أخبار المسائية. جريس، شكرا لك زميلنا جورج عبود على هذه المعطيات. إذن هذه كانت أجواء المجلس الدستوري والطعون الخمسة التي ردت. فلنعود إلى مجلس النواب ولنسمع إلى أبرز ما جاء في التصاريح بعد الجلسة. انتخبوا ومعناتها عم يقدر بين دورة ودورة يقنع نواب جدد بالانضمام إلى هالمعركة الإصلاحية السيادية. ثالث شيء، تبين أنه في 22 نائب محتارين بأمرهم مش عارفين شو بدو يعملوا. صرنا أمام ناس ضايعين ومخانقين، ناس ثابتين بموقفهم، وناس محتارين. أنا اليوم بدي أقول لهم ما بقى فيكم تكونوا محتارين. أنتوا لو اليوم كنتوا مع ميشيل معوض كنتوا قادرين توصلوا لل 65 وتوصلوا رئيس جمهورية. القوات اللبنانية أعادت تصويب السهام عليكم أنه أنتوا ما عندكم مرشح، متخبطين بين بعض، كرمال هيك حطيتوا ورقة بيضة. لا، نحن أساسا معوضين على القوات اللبنانية، ما عندها استهداف بالبلد إلا نحن. بس خلينا نطوي هيدي الصفحه. اليوم نحن بورقتنا البيضاء بنعتبر انه هيدي الورقه هي طريق للتوافق. طالما اليوم الوضع مثل ما هو ماشي، ما في حدا يعمل رئيس تحدي، ما قادرين نوصل لرئيس تحدي، ولكن نحن الورقه البيضاء هي طريق لحتى نوصل للرئيس التوافقي. لانه اذا نحن اخذنا خيارنا ووقفنا نحن بهذا الموضوع، بفتكر ساعتها نحن عندنا اسم ما بنعد نتراجع عنه. الورقه البيضاء هي الطريق اللي بتخلينا نتوافق، لانه واضح من الاستفافات وتشكيله المجلس النيابي انه هذا الموضوع لا يمكن انه فريق يجيب رئيس تحدي، بدنا التوافق. عندكم كان اجتماع مع النواب التغيير، وعندكم اجتماعات اخرى لطرح مبادرتكم الرئاسيه، شو عم تكون الخلاصة؟ نحن عم نطلع من قصة مواصفات الرئيس، بالمعنى انه بدنا اياه بهالشكل وبهالشكل، للبرنامج الرئاسي، برغم معرفتنا السابقة بانه الرئيس الجمهورية مش مصاحب كل الصلاحيات، ولكن لازم يكون متبنى برنامج. هيدا من ناحية. من ناحية تانية عم نجول نحن حطينا لسبع نقاط اساسية، بتبلش بالسياسة الخارجية مرورا بملفات مثل الاستراتيجية الدفاعية والنازحين السوريين، وصولا
الأزمة الاقتصادية وكيفية حلولها مرورا بالميثاق الوطني، وكيف نحن عم نشدد على نقطة كتير متقدمة اليوم أنه نحن مع الميثاقية لأن أساسا منصوص عليها بالدستور، ولكن ميثاقية عند تشكيل السلطات وليس عند ممارسة العمل اليومي لحتى ما يصير في تعطيل واستعمالها بغير محلها. فاصل، نعود بعده إلى النشرة. من الأو تي في نواصل نشرة الأخبار. في قصر بعبدة تسلم رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أوراق اعتماد سفيرين جديدين معتمدين في لبنان، هما سفير الفاتيكان المونسينيور باولو كورجيا أو بورجيا وسفير سلطنة عمان أحمد بن محمد بن سعيد السعيدي. وجرت المراسم الرسمية لتقديم أوراق الاعتماد في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي ومدير عام المراسم في رئاسة الجمهورية نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفير عبير علي. وخلال الحفل نقل السفيران إلى الرئيس عون تحيات البابا فرانسيس وسلطنة عمان وسلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، وشددا على العمل على كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية بين الكرسي الرسولي وسلطنة عمان ولبنان. وحمل رئيس الجمهورية السفيرين تحياته إلى مسؤولي دولتيهما مؤكدا في المقابل حرص لبنان على تمتين العلاقات الثنائية بما يعود بالفائدة على لبنان ودولتيهما واللبنانيين، وتمنى الرئيس عون للسفيرين الجديدين التوفيق في مهامهما الجديدة. إلى ذلك اجتمع الرئيس عون مع عميد مجلس الأوسمة المدير العام لشؤون رئاسة مجلس النواب سيد علي حمد وأعضاء المجلس في حضور المدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية نبيل شديد الذين أطلعوا رئيس الجمهورية على عمل المجلس والمعايير التي اعتمدها في إطار مهمته. وقد نوه الرئيس عون بأداء المجلس منذ تشكيله. من طلب إقالة العماد ميشيل عون عقب اغتيال الرئيس رشيد كرامي ولماذا قال لا للأمريكيين؟ في الجزء الثامن من وثائقي الجنرال. إذا كان العماد ميشيل عون قد أفشل مخطط وقوع الصدام بين الجيش اللبناني والقوات على خلفية اغتيال العميد خليل كنعان، فإن النوايا بدأت مهيئة لافتعال الصدام، وهو ما تجلى في سلسلة الحوادث التي ساهمت في مضاعفة التوتر، أبرزها في محاولة الانقلاب التي قادها خلف العميد كنعان في قيادة اللواء الخامس بول فارس. أفشل العماد عون هذه المحاولة الانقلابية، لكن هدف الانقلاب لم يتغير. في أول حزيران 1987 اغتيل رئيس الحكومة رشيد كرامي، جريمة غاية في الخطورة نظراً لاستهدافها رئيس الحكومة بالدرجة الأولى والمقرب جداً من العماد عون بالدرجة الثانية، وعلى متن طوافة عسكرية كانت تقل كرامي من طرابلس إلى بيروت بالدرجة الثالثة. الاغتيال الذي لم يكن حكماً في مصلحة الجيش صدر حكم فيه في العام 1995 مديناً سمير جعجع ومحدداً عقوبته بالإعدام. لم يسمح الجو السياسي بعد اغتيال كرامي بتشكيل حكومة، فكلف وزير العمل يومها سليم الحص برئاسة الحكومة بالوكالة، لكن المفارقة كانت في تزامن هذه المرحلة مع تسويق إقالة العماد ميشيل عون من قيادة الجيش بعد اتهامات سيقت ضده بالتقصير والتواطؤ. هكذا أبلغه رئيس الجمهورية أمين الجميل طالبين إقالتك. في المقابل لا علاقة العماد عون بوزير دفاع عادل عسيران انقطعت بعد اغتيال كرامي، ولا كلام الجميل ترافق مع مرسوم إقالة أو عقوبة بالحد الأدنى، بل على العكس، حيث كانت المعلومات من بيروت الغربية تؤكد أن الجميل هو من طرح إقالة العماد عون وأن الرفض كان من الغربية. كل
كل هذه التطورات جاءت عملياً في سياق المعركة الرئاسية التي انطلقت فعلياً في أيار 1988، علماً أن العماد عون كان يكرر موقفه أن ما يهمه هو الجمهورية وليس رئاسة الجمهورية. قبل شهر من انتهاء ولاية الجميل في 23 أيلول وتحديداً في 18 آب 1988 حدد موعد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وكان سليمان الفرنجي مرشحاً، لكن الجلسة تعطلت بسبب عدم تمكن النواب من الوصول. ينفي العماد عون أن يكون ساهم في عملية التعطيل: لا منعت أحداً ولم أسمح بمنع أحد من الوصول، يؤكد العماد عون. فجميع النواب الذين مروا على الحواجز العسكرية في اليرز وبعبدة الواقعة تحت سلطة الجيش وصلوا. المفارقة أن رئيس الجمهورية لم يتواصل مع قائد الجيش في 18 آب، كما أن المخابرات كانت مرتبطة مباشرة بالجميل. وبينما كانت الاجتماعات تتوالى لمرشح يرضى عنه الجميع، وقعت حادثة كانت الأولى من نوعها في لبنان، حيث خطفت القوات وزير الدفاع عادل عسيران أثناء توجهه إلى وزارة الدفاع، فتدخل الجيش بحزم وسرعة وقوة، فاجأت القوات التي اشتبكت مع الجيش قبل أن تسلم وزير الدفاع بعد تواصل تولته المخابرات، لسيما أن العلاقة بين العماد عون والقوات كانت مقطوعة منذ اغتيال العميد خليل كنعان في أيلول 1986، مهمة صورت باعتبارها في صلب معركة قائد الجيش الرئاسية، وإن كان الواقع كافياً لينفي الأمر، فهل كان قائد جيش طامح للرئاسة ليحسم في مثل هذا الموقف أو يساير؟ وهل كان ليوجه رسالته بجهوزية الجيش لضرب كل من يعتدي على السيادة؟ 18 أيلول 1988، 4 أيام على انتهاء ولاية الجميل، مساعد وزير الخارجية الأمريكية ريتشارد ميرفي ينقل أجواء لقاءاته مع الرئيس السوري إلى المسؤولين اللبنانيين، ومساعد ميرفي ديفيد نيوتن يلتقي العماد عون طالباً تأمين جلسة انتخاب مخايل الظاهر. كان نيوتن عملياً يبلغ إلى العماد عون مفاعيل اتفاق ميرفي الأسد، مخايل الظاهر أو الفوضى، بكلام تحذيري تهديدي أن الاتفاق تم على مخايل الظاهر وعليك كقائد للجيش أن تحمي الانتخابات. لكن العماد عون قال لا للأمريكيين، وأبلغ نيوتن: لا أستطيع أن أرعى عملية انتخاب رئيس للبنان متفق عليه فيما بينكم، فهذا يشكل سابقة تمارسونها كلما شئتم، وإذا كنتم مصرين على تنفيذ هذا التعيين بالقوة فما عليكم سوى أحضار أسطولكم السادس لحماية الجلسة. غادر نيوتن منزل العماد عون في النقاش ليصدر بيان عن قيادة الجيش مباشرة يؤكد حقيقتين ثابتتين: أن الجيش لا يزال عند تعهده توفير الأمن وحرية الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً، وأن الجيش انطلاقاً من قسم الحفاظ على الوطن وسيادته لا يسعه قبول مبدأ التعيين، لأن اختيار رئيس للبنان لا يقرره سوى مجلس النواب اللبناني المعبر الشرعي الوحيد عن القرار الوطني المستقل. انتهت محنة 18 أيلول بالتقاء القوات مع الجيش في رفض التعيين، ودخل عهد الجميل العد العكسي لنهايته، وأطل الفراغ الرئاسي برأسه. لعب أمين الجميل ورقته الأخيرة وقام بزيارة إلى سوريا في 19 أيلول من دون إبلاغ العماد عون، لكن لا تعيين مخايل الظاهر تم ولا التمديد للجميل مر، لتتكثف الاتصالات سعياً إلى تشكيل حكومة انتقالية.
في الأخبار الإقليمية والدولية، نفت موسكو وطهران في الأمم المتحدة أن تكون المسيرات التي تستخدمها روسيا في شن هجمات في أوكرانيا إيرانية الصنع، كما تتهمها بذلك كييف وحلفاؤها الغربيون وفي مقدمهم الاتحاد الأوروبي الذي يحضر لفرض عقوبات على طهران بسبب هذه الطائرة. وفي المقابل أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لديها الكثير من الأدلة على استخدام روسيا مسيرات حربية إيرانية في أوكرانيا، مشددة على أن هذه الأدلة دامغة حتى وإن واصلت طهران الكذب والنفي. وفي الموازاة، نقلت روسيا اليوم عن السفير الأمريكي السابق لدى الناتو روبرت هانتر أن تصرفات الولايات المتحدة وحلف الناتو على مدى السنوات العشرين الماضية أدت لزيادة الدعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين الشعب. من ناحيته، رأى المستشار الألماني أولاف شولتس أن تكتيك الأرض المحروقة الروسي يعزز عزم ومثابرة أوكرانيا وشركائها. وخلال تحدثه أمام النواب الألمان قبل بدء قمة للاتحاد الأوروبي بشأن موضوع الغاز المثير للجدل، أشار شولتس إلى أن وضع سقف لأسعار الغاز المقترح في الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من ارتفاع تكاليف الطاقة لا يمكن أن ينجح إلا من خلال تعاون وثيق مع شركاء من الخارج في الاتحاد الأوروبي مثل كوريا الجنوبية واليابان. مع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا لمتابعتكم. إلى اللقاء.